بعد ما نجحنا جدا في لعبة اللغة العربية الحقيقة، تعالوا بقى نبدأ نلعب ألعاب تانية ونفن مع بينجو. معنا دلوقتي ماكينة صنع المكرونة من بينجو زائد 5 علب صلصال. المجموعة مليانة حاجات كتيرة قوي، ما عندنا 5 علب صلصال، عندنا ماكينة الصلصال بتاعت المكرونة، 4 أدوات يعني 4 أدوات للصلصال نعمل المكرونة يعني ونشكل بها المكرونة، 3 طبق للتقديم اهو. اوكي معنا ماسك، معنا سكينة، معنا نشابة، معنا دي برضو مش عارفة اسمها ايه، نشابة برضو ها. اللعبة دي طبعا علشان نلعب كتير بالصلصال ونفن منها، نعمل مكرونة اللي في خيالنا واللي بنحبها. ماكينة صنع المكرونة من بينجو بتوسع طبعا خيال الأطفال وبتساعدهم انهم ينسقوا بين حركة ايديهم وعينيهم، وكمان بتحسن قدرتهم على التمييز بين الألوان، لأن طبعا كل ألوان صلصال بينجو خلينا أقولها تاني انها بتكون طبيعية، بتمرن حركة ايديهم على الحركة طبعا. المجموعة عليها علامة EN71، هي علامة الجودة للمواصفات الأوروبية والعالمية. وكل صلصال بينجو مصنوع من مواد طبيعية 100%، طحين وملح ومية وألوان طبيعية، وأمينة جدا جدا على بشرة الأطفال وصحتهم. ما تنسوش كمان تقدروا تطلبوا كل ألعاب بينجو من bingo.toys موقعهم، والهوت لاين بتاعهم هو 19858. يلا نلعب بقى ونلعب. بتحبوا المكرونة؟ والله طب بتحبوا المكرونه حمراء ولا لونها اورنج ولا بتحبوا لونها ايه؟ طبعا في مكرونه حمراء لما بنحط عليها الصلصه. في مكرونه ايه تاني لونها ايه؟ بيضه. في مكرونه خضراء؟ لا على فكره في مكرونه خضراء. والله في السوق مكرونه. لا، مرة. لا في مكرونه خضراء بس في الصين. في بقى هي بتبقى مستورده بقى، بس هي بتبقى في مكرونه خضراء بس ما لقيناش احنا قبل كده مكرونه بينك دي، ما عملناش. تعالوا احنا بقى نعمل مكرونه البينك. احنا نعمل مكرونه البينك. اوكي طبعا انا عايزه اقول ادي الاشكال هنعمل فيها المكرونه، بس انا بحب الاسباجيتي. ماشي نعمل سباجيتي بينك. في هنا ورا الاطباق اشكال تانية تقدر تعمل ايه طبعا، فلفل يعني حاجات كتير اهي مكرونه. وفي هنا كمان اشكال من الجنبين علشان واحنا بنعمل طبق المكرونه نزوق الطبق بتاعنا. اللعبه بتتعمل ازاي؟ بتتركب كده اهو، انا هشيل دي وهحط الاسباجيتي. اوكي تعالوا نشوفها كده، بتتركب كده اهو بالضغط، وبعدين بنلفها كده اهو. اوكي بنحط ايه؟ جمبري. شفت عشان تبقى مكرونه بالجمبري. بنحط الصلصال هنا اهو كده اهو. ماشي ونهرس. يعني انت مش هتعمل يعني مش هتاكل مكرونه بس، وهتعملها كمان. تعال بقى نستعد بقى ايه في طبق المكرونه الجميل. استنى خلينا ندخلها كلها كده اهي اهو اهو. معلش انا طول عمري بطبخ المكرونه لكن عمري ما عملتها. دي المكرونه الجميله، نقطعها بالسكينه بقى، هم عملوا لنا سكينه عشان نقطع بيها. ادي المكرونه الاسباجيتي اهي. تعال بقى نحط جنبها، عايز ايه جنبها؟ ايه جمبري؟ نعمل مكرونه ايه بالجمبري؟ استنى خلينا ايه نعمل ايه، استنى هعملها لكم ثانيه واحده اهو. نفردها، نعمل لكم طبق شهي جدا جدا. ومش مهم بقى فكره هم الماما، احنا عملنا الهم الماما بتاعنا اهو. الله لا استنى استنى طلعت حلو قوي. الفلفلايه اهي دي مظبوطه جدا اهي، تبقى مكرونه سبايسي ومعاها يعني خضار، ورقه شجر كده مش عارفه دي ايه، بس هي ورقه شجر جميله جدا اهي. نعناع نعناع مكرونه بالفلفل والنعناع سبايسي اهو، جميله جدا. بون ابيتي بقى. خلاص عايز قوطه نعمل لك قوطه، احنا عندنا كل حاجه الاحمر اهو. دي كانت لعبتنا من بينجو، ونقول ثانك يو لبينجو انها بتعمل لنا حاجات جميله جدا جدا. دي هديتك يا استاذه ساندي،
ودي هديتك يا استاذ احمد. نقول شكرا لفينجو، نقول شكرا ثانك يو لفينجو. يلا شكرا فينجو. يلا احنا يعني على بال ما نطلع لفقره المطبخ هنعمل الاستاذ احمد القوطه بتاعته.